احباب المتابعين، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. وحشتنا اني قلعه تقلعها وتقلع روحها الميته وملامحها اللي ما فيها اي حياه. كيف شخصيه كريهه زي كذا ونحبها يا اخي؟ اقسم بالله الانمي لا. بعدين يا ارمن معليش حبيبي شنو في؟ لا من جد حبيبي شنو في؟ ايش ام الخطه الرخيصه هذه؟ ايش الخطه الغبيه هذه يا شيخ اللي بنتي جود ما تمشي عليها؟ كذا جالسه اتابع ايش في؟ كيف كيف الله يعطيني جرأة كوني اللي آمن بأرمن وراح معاه. يلا ننفذ الخطة. ايش ذا؟ انا كل ما اقول انه أرمن هو الخيار الافضل بعد إيروين ارجع اشك في كلامي حرفيا. ايش الخطة النايمة ذي؟ طيب يا جماعة، يقولون ان الجندي في الحرب دائما اول شخص يقتله، يعني في ارض المعركة اول شخص كذا يقتله في حياته، يظل شبحه يطارده ويسلبه نومه وراحته، وضميره يأنب والذنب يشغل تفكيره. وبعض الجنود هذول اللي يقتلون لاول مرة في حياتهم تجيهم افكار انتحارية، ويقولون خليني اموت وارتاح من هذا العبء. يعني ذنب انك تقتل انسان ما هو شيء بسيط، ما هو شيء بسيط على النفس، ما هو شيء بسيط على العقل، ما هو شيء بسيط عليك كإنسان بشكل عام. ودائما هذول المحاربين يعني اللي مروا بهذه التجربة التعيسة، تجربة القتل لأول مرة، دائما ما يتم توجيههم لأطباء نفسيين، لأنهم عارفين إنه الصدمة اللي مروا فيها أبدا ما هي سهلة. وإن ادعينا إنه الموضوع بسيط، لا، في النهاية إحنا بشر، والقتل تقريبا شيء نرفضه فطريا. ولكن حبة حبة، وبعد قتلة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، يبدأ يموت الشعور بالذنب هذا داخل هذول الجنود، ويصير القتل عندهم أمر طبيعي جدا. وبعد كذا يتحول الجنود هذول إلى مكائن قتل معدومة الإحساس والضمير. هي أول قتلة بس جاوزتها ومرت على خير، بعدها على روحك السلام وضميرك السلام. طب ليش قاعد تقول هذا الكلام يا وجيه؟ ايش السالفه؟ ترى ما احنا فاهمين. لا تستهبل صح، لا تستهبل. اشترك لي في القناه يا حلو لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات على طريقك عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. ولا اهم من هذا كله، اذا عجبك الفيديو عطها واحد لايك وفجر ام اليوتيوب. اليوتيوب كثير يطلبون يتفجر، ما حد قدر يفجره بس ولا وقبل نبدا يا جماعه، احب اذكركم بالراعي الرسمي للقناه لهذا الموسم من هجوم العمالقه، وهو متجر ايدو، واللي متخصصين في بيع المنتجات الخاصه بهجوم العمالقه وغيرها. يب، شايفين التيشيرت ذا تبع ميكاسا؟ من عندهم. عندهم تشكيله جدا فخمه ورايقه لانمي هجوم العمالقه، بلوفرات، تيشيرتات وغيرها كمان من المنتجات الثانيه. تقدر الان تدخل على الرابط الموجود في صندوق الوصف، تاخذ لفه سريعه على متجرهم الجميل وتطلب لك كم منتج. كلها كم يوم يا جماعة وراح ينتهي البارت الثاني، لازم نودع احنا لابسين شيء يليق بالانمي ولا كيف؟ وقبل تشترون من عندهم يا جماعة تذكروا انكم تستخدموا كود الخصم تبعي ويجيه علشان يجيكم خصم يحبه قلبكم. انا للامانة ما قد قرأت المانجا ولا ادري ايش قصة ام المانجا هذه. افتكر انه مرة حاولت اقرأ الفصول الاولى بداية الانمي، فشت من ثاني صفحة، سبحان الله، مرة ما اتصادمنا انا والمانجا، حاجة ما هيش ما حاجة ما استمتع في قراءتها. فاللي بقول لكم اللي متأكد منه انه المانجا اكيد كانت راسمة فريمات وكوادر افضل بكثير من اللي قاعدين نشوفه في هذا الانمي. وماني عارف ليش ما هم مهتمين بالانمي بهذه الطريقة، ليش ما هم ملتفتين له؟ يعني تحس انه اللي قاعد يصير تحصيل حاصل، يلا سوي ارسم اي شيء، طبطب ليس، يلا هذه الرسمه ركز عليها، الباقي اسحب عليه. شوف اقسم بالله في فريمات تضحك تضحك حرفيا تضحك. ايش ذا؟ ايش انه من 1900 وخشبه؟ ايش ذا؟ حتى خشبه ما كانوا يسووا كذا. عموما يا جماعه، زي ما قلت لكم، مع حبي واحترامي الشديد لهذا الانمي، لانه حلقه اليوم كانت محشوه بحوارات ولحظات صامته كثيره ما لها اي لازمه، حرفيا بعض الحوارات كان بامكانهم يختصرونها وخلاص وراح توصل الفكره. يعني هرج 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 هرج. انا ما عندي شيء ترى مع الحوارات، بالعكس احب الحوارات وانبسط فيها واستانس عليها، لكن لما تكون محشوه اكثر من اللازم على كل حال يبدو انه المخرج عاوز كده، قفل لي الحلقه عند حدث معين، ما يهمني تمط الحوارات، تترك لي مشاهد صامته، المهم تصرف، الحلقه لازم تنتهي عند حدث معين، انهي لي اياها هناك ومشي امورك لين نشوف شغلتها. على كل حال يا جماعه، قرارات صعبه تم اتخاذها اليوم، دماء كثيره تمت اراقتها في الميناء اليوم، وفوضى عارمه شهدها برضو نفس الميناء او ميناء بارادايس اليوم. ويبدو ان الموضوع مطول يا جماعه، واضح انه الانمي راح ينتهي واحنا ما شفنا ايرين وين وصل هو والدك او في اي ارض هو. ولكن اللي احنا متاكدين منه الى الان انه الامور طيبه وجالسه تصب كلها في صالح ارمن وماغث والشله، يعني وخطتهم المتواضعه، بالرغم من انه اسنان ارمن تكسرت وحاله امه حاله، وما نعرف الرصاصه فين جات بالضبط، ولكنها عدمت جزء كبير كذا من وجهه. انا في البدايه توقعت انه ارمن بيموت، بس بعدين افتكرت انه الكاتب مره يحب ارمن، ومستحيل يقتل القائد المخضرم المحنك الاسطوره ايروين علشانه وفي النهايه يخليه يموت الموت الخايسه هذه. لا مستحيل يموت ارمن، ويب طلع ما هو ميت، يا واضحه
بس كانت صدمة صراحة وقتها. كمان برضو تأكدنا انه الى الان الطائرة امورها طيبة. طيب يا جماعة، فاكرين في بداية الفيديو كلمتكم عن الجنود في الحرب وكيف انه اول عملية قتل يقومون فيها تسبب لهم ازمة نفسية ووجودية؟ لانه قتل الانفس يا جماعة ما هو شيء سهل، سواء كان اللي قدامك عدو انسان ولا حيوان. فكرة انك تكون سبب في خروج روح شخص قدامك ما هو سهل ابدا. الان الجماعة وصلوا الى مفترق طرق وخطة تقريبا واضحة الى حد كبير. اللي جالس يسويه ايرين ما هو شيء كويس ولا هو شيء انساني. كي احنا العالم اضطهدنا والتاريخ ظلمنا وجلسنا محبوسين في هذه الجزيرة بعيدا عن كل الحضارات، بس بنفس الوقت احنا ضد الإبادة الجماعية. يا حبيبي احنا عندنا شوية ضمير، تحيل انه العالم ذا كله يموت علشان نظل احنا عايشين. ليه؟ مين احنا؟ العرق الأسمى هتلر كان بيسويها وما زبطت معه. خلاص مبدئيا العدو الحالي هو إيرين الى ان يتم إيقاف، واي شخص مؤيد لإيرين برضه هو العدو الى ان يغير كلامه او ينضم الينا او ينصاع او. ولكن البقعة والمصيبة الكبيرة الان ايش؟ الجماعة يبغوا يوصلون لإيرين، واللي واقف بينهم وبين الوصول إلى إيرين والطائرة هم أتباع إيرين. فيقول آرمين قبل ما نروح نقاتل ونعرض حياتنا وحياة غيرنا للخطر، خلونا أول شيء نجرب إيش الحيلة واللف والدوران كذا، خطة إيش خطة سريعة. أوه يا جماعة، راينر والعربة هربوا وراحوا سباحة في البحر، شغلوا لنا الطيارة نبني نلحقهم. خطة رخيصة، خطة غبية، خطة ما أدري مين اللي وافق عليها، ولكن خلونا نقول إنه عامل الوقت. ما في وقت، ما في وقت، سيدة هيومي بتموت والدنيا هناك والطائرة وإيرين قاعد يمشي. أي خطة أقرب خطة، يلا هات خطة ويلا بسم الله. طب طب ليه نقدر نحطها في جانب الوقت؟ لأنه فعلا ما كان في وقت، وهذه الخطة النايمة هي اللي طلعت مع آرمين. وإن ما نفعت الخطة هذه الرخيصة، ذيك الساعة أمر الله لازم نلطخ أيدينا بالدماء، وهذا هو الأمر اللي ما هو سهل أبدا. أوكي ما راح تكون أول عمليات قتل يقوم فيها آرمين وميكاسا وكوني وجان بلا بلا بلا. أوكي هم راحوا وقتلوا في مارلي وحاسوا أم الدنيا، موضوع القتل يعني ما هو شيء جديد عليهم، ولكنهم هذه المرة ما راح يقتلون عدو يا جماعة، المرة هذه راح يقتلون أصدقاء، راح يقتلون أبناء دمهم، راح يقتلون أبناء عمومهم، راح يقتلون ناس تربوا وكبروا معاهم. فالموضوع جدا جدا صعب، صعب صعب جدا، ما هو سهل. عشان كده شفنا كيف كوني تأثر جدا لما اضطر انه يقتل زميله، وكمان شفنا قبلها كيف هانجي دمعت عيونها لما اضطرت انها تقتل مجموعة من أتباع إيرين. جالس أقول لكم هذا الكلام وربطته بقصة الجنود في الحروب والشعور اللي يمروا فيه، لأنه الجندي زي ما قلت لكم أول قتلة يقتلها في حياته تدخله في حالة جدا نفسية زبالة، وبالرغم من إنه قاعد يقتل مين؟ قاعد يقتل عدو، العدو هذا لو جاته فرصة إنه يقتله برضه راح يقتله، بس بالرغم من إنك أنت قتلت هذا العدو إلا إنه ضميرك راح يأنبك، لأنه هذه أول مرة تعاصر القتل وتقتل شخص فعلا قدامك، فما بالك لو كان الشخص اللي أنت مضطر تقتله صديقك وابن عم ومن لحمك ودمك. هذا هو الشعور الصعب اللي جالس يحاول يخلينا نحس فيه الكاتب في حلقة اليوم. ما هو سهل أبدا إنك تقتل، ما هو سهل أبدا إنك تشوف عيون شخص ميت قدامك وآخر شيء شافه قبل ما يموت هو إنت، وإنت سبب مفارقة عيونه وروحه وجسده للحياة. شعور مرة صعب، الله لا يجعلك تمر فيه. أنا أفتكر مرة من المرات يعني اضطريت إني أقتل فأر، فأر دخل عندنا البيت جلس يفحط واضطريت إني أقتل، والله قلبي عورني يعني، مع إنه أشغل أمنا خرب البيت وحاس الدنيا عدو، والله لما قتلته ضميري أنبني، إيش نسوي؟ فهمت الشعور اللي جالس يحاول يوصله لنا الكاتب؟ برضو ترى الحلقة ما زالت محشوة وتقهر وترفع الضغط، بس خلاص لازم نيش ننظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس. فآني يا جماعة قالت يا جماعة يا حبايب ترى أنتم مو مضطرين تروحوا تقاتلوا، اتركوا الموضوع ذا علينا، احنا يدنا ملطخة بالدماء من زمان والضمير فينا يكاد يلفظ انفاسه الاخيرة من كثر الارواح اللي سلبناها، فخلوا الموضوع لنا وانتوا اجلسوا تفرجوا من بعيد، الامور تحت السيطرة، السيطرة تحت الامور. للامانة لحظة تحول راينر واني كانت من اجمل الاشياء، رغم من العنف اللي عملوه، لعبوا في حسبة اتباع إيرين كرة سلة وطائرة وقدم وجميع انواع الرياضيات، الا اني حبيت المشهد صراحة، مع انه مشهد قاسي، الوجه يا ايها السادي الكريه. حبيت برضو لحظة دخول ميكاسا للامانة وانقاذها للسيدة هيومي، ميكاسا دائما لحظات دخولها جميلة، كنت اتمنى نشوف شو اسمه خوينا ليفاي بطريقة ما، ولكن ما زال يبدو انه ايش جالس يتعافى، اوكي هو وقف، مش وقف يعني جلس على رجلينه واخيرا، مش جلس على رجلينه، يعني جلس خرج من ذاك الفراش
ظهر في مشهد ما، ولكن ما أدري هل هو مستعد للقتال ولا لا. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله. وللأمانة لا شيء يذكر في باقي أحداث حلقة اليوم سوى أن السيدة هيومي تم إنقاذها ومن تبقى معها من المهندسين بواسطة ميكاسا واللي معاها. ومثل ما توقعنا في الحلقة الماضية، وجود السيدة هيومي راح يكون جدا مهم لمعرفة استخدام الطائرة. حتى أن بنونوك قال نفس الكلام بحكم أنه طيار ويعرف يقود طائرات وسبق وقاد أحد المناطيد تبع مارلي. قال نفس الكلام، قال ترى وجود المهندسين والسيدة هيومي أمر مرة ضروري علشان نقدر نستخدم الطائرة هذه. من دونهم الطائرة هذه راح تظل قارب موجود على الماء ولا حد راح يعرف يستخدمه بحكم انه مستخدمين في تكنولوجيا جدا متطورة وجديدة على العالم. واما بالنسبة لإيرين واللي للحين تقريبا يعني خلاص خرج، ما عاد له اي اثر في الجزيرة سوى اننا قاعدين نشوف الغيوم والبخار اللي قاعد يخلفه من وراءه. فهانجي تقول انه غالبا هو متجه نحو مارلي بحكم انه جزيرة برادايس هي اقرب شيء الى مارلي، وربما يكون إيرين اوريدي وصل هناك وحاس ام الدنيا والله اعلم ايش سوى. ولكن هذا ما هو كلام اكيد، تظل توقعات وتخمينات من هانجي وتحليلات للوضع الراهن وقتها. لما انا مشهد تعذيب ماغاث لينا كان مشهد مؤلم، صح انها بنت كلب وتستاهل ضرب بالجزمة لانها ياما قتلت ولعبت في ارواح البشر بكل دم بارد، بس احنا يا جماعة نتكلم عن انمي هجوم العمالقة. مين جيبوا لي شخص ما هو ابن كلب في هذا الانمي، جيبوا لي فكروا فيها. هذا ابن كلب بعدين لا مو ابن كلب، هذا ابن كلب بعدين هذا مو، هذا شرير بعدين كويس، هذا ما في كويس هذا كويس، كله نفر خير شر سيم مزيج. بس عجبني كذا انه يلينا تمسكت برأيها واثبتت لنا قوتها وانها صعب تنكسر ارادتها، وان كان كسر عظامها سهل فعزيمتها شيء اقوى من ان يتم كسره بالتعذيب. ونزلت دمعة كذا. معلومة مهمة برضو تم ذكرها عن الطائرة اليوم، يعني انه ترى الطائرة ذي يا جماعة مرة متطورة لدرجة انها ممكن تعبر القارات، عابرة للقارات. فما ادري كيف بتكون سرعتها، كيف بيكون. صراحة تحمست اشوف ام الطائرة ذي، ورونا الطائرة ذي لازم نشوف ايش قصتها، لاني تحمست اكثر من اللازم. بمعنى انه حاليا يعني انه الطائرة هذه هي افضل طريقة للوصول الى إيرين، من دونها كل الخطط كل التضحيات وكل الفوضى ذي راح تصير هباء منثورة. فأغلب التحليل إنه لا، الأمور راح تمشي بطريقة ما وراح تشتغل هذه الطائرة. خلونا إيش ما نستبقى الأحداث ونقول إيش الأمور طيبة، وباقي لنا حلقتين وينتهي البارت الثاني. فيفترض إنه الحلقتين هذه بتكون يعني فعلا، أنا لي 3 حلقات وأنا قاعد أقول الحلقة القادمة راح ترسم لنا خارطة لما هو متوقع بس ما زلنا ما عالقين في برادايس وما زلنا في إيش في الحشو والفوضى اللي قاعدة تصير. فيفترض حلقتنا الأخيرة فعلا راح تكون مفصلية وترسم لنا فعلا الخريطة الواضحة لما تبقى من هذا الأنمي. وأكرر زي ما قلت لكم، الأنمي راح ينتهي بعد حلقتين قادمة، وراح يكون بعد كذا إما في بارت ثالث متكون من 6 حلقات أو فيلم طويل راح يصدر لاحقا. وأيا كان اللي بيصير سواء فيلم أو بارت ثالث، أتمنى إنه يتم الاعتناء بالرسم والتحريك، لأنه أنمي هجوم العمالقة حرام اللي قاعد يصير فيه، والله حرام. الأنمي هذا يا جماعة ما تتصوروا قد إيش غيرني، والله ما أكل. فالله يخليكم، ماني عارف إذا صوتي ذا بيوصل لإسياما والاستديوهات اللي جالسة تشرف على هذا الأنمي. بليز ما تبقى من هذا الأنمي، خذوا سنتين الطعونا، والله ما عندي مشكلة الوقت يمر، بس خرجونا حاجة حلوة. خلونا ندعي لكم، خلونا نقول يذكرك بالغير يا إسياما، أعطيتنا كتابة وقصة وإخراجا ورسما وتحريكا. يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، إذا عجبتكم القناة اشتركوا فيها، ولو عجبكم الفيديو أعطوها لايك مضبوط كده من أصابعكم الحلوة، يسوى الدنيا كلها. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.